السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بعد ما حكينا عن مباراة الجزائر للمحليين وعن موضوع تصنيف الفيفا وأيام الفيفا وهل يا ترى المباراة ضمن أيام الفيفا، حكيت بشكل مفصل عن مباراة منتخبنا مع الجزائر للمحليين. اليوم بدنا نحكي عن منتخب بيلاروسيا. أنا شايف أنه هاي المباراة قدام المنتخب البيلاروسي مباراة نوعية، مباراة مهمة للمنتخب. في ناس بتقلل من قيمة المنتخب البيلاروسي بحجة التصنيف، بحجة ضعف المنتخب البيلاروسي وغيرها من الأمور اللي ممكن أحيانا تكون محقة، لكن بغالب الأحيان ما بتكون محقة نتيجة عدم المعرفة الكافية بالمنتخب البيلاروسي بشكل عام. على كل حال قبل ما نفوت بالتفاصيل، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، منتخب بيلاروسيا أو روسيا البيضاء بالتصنيف 97 على العالم، منتخبنا بالتصنيف 90، يعني نحن متفوقين على منتخب بيلاروسيا من ناحية التصنيف بالفيفا. لكن لازم تأخذ بعين الاعتبار المنتخب البيلاروسي بيلعب بالقارة الأوروبية، فبالتالي عم بيواجه منتخبات قوية غالبا، على عكس منتخبنا اللي ممكن يحسن من تصنيفه ويوصل بالتصنيف لل80 ولل70 إذا عمل كم مباراة نوعية على كم مباراة قوية. يعني نحن إلى الآن إداريا ما عم نشتغل صح من ناحية التصنيف، فبالتالي فينا نقول بأن منتخب بيلاروسيا كتصنيف 97 على العالم نتيجة القارة اللي بيلعب فيها. وأكيد رح أشرح بهذا الفيديو بأن المنتخب البيلاروسي مانو أقوى منتخب أوروبي ولا حتى بالتصنيف الثاني أوروبيا، لكن بشكل عام ليش عم شوف أنه هاي المباراة نوعية، هاي المباراة مختلفة، هاي المباراة يعني نحن ملينا بصراحة من مواجهات منتخب العراق، الأردن، حتى سلطنة عمان، البحرين، لبنان، عم بنواجه المنتخبات بشكل دوري. فمنتخب بيلاروسيا مختلف، منتخب بيلاروسيا مدرسة مختلفة، وهاي المدرسة بتشبه إلى حد ما إلى حد قريب مدرسة المنتخب الروسي، المنتخب الكازاخي، البلغاري، الهنغاري، يعني موضوع المنتخبات المنضبطة اللي بتلعب بالتكتل الدفاعي والتكتيك. هل منتخبات بشكل عام عندها القوة البدنية؟ فبالتالي انت فيك تقول انت عم بتواجه منتخب من نوعية مختلفة. هلا في مدارس اخرى بشرق اوروبا، يعني انت عم تحكي عن اوكرانيا، عن بولندا، مدارس مختلفة بتعتمد شوي على المهارة. اما المدرسة البيلاروسية والروسية والكازاخية البلغارية الهنغارية اعتمادها على الانضباط. وعلى فكرة منتخب بيلاروسيا لعب عدة مباريات ودية قدام المنتخب الأردني، قدام المنتخب البحريني، قدام المنتخب الهندي من قارة آسيا قبل عدة أشهر، فاز على منتخب الأردن، فاز على منتخب البحرين، فاز على منتخب الهند. طبعا الفوز على منتخب البحرين والأردن كان بنتيجة 1-0، لكن على منتخب الهند بنتيجة 3-0. فبالتالي فينا نقول المباريات الاستعدادية أو الودية اللي عم بيلعبها المنتخب البيلاروسي مع المنتخبات الآسيوية عم بيفوز فيها بصراحة. وطبعا الشيء بالشيء يذكر كون عم نحكي عن المنتخب البيلاروسي كمنتخب مانو بالتصنيف الأول ولا بالتصنيف الثاني، هو بالتصنيف الثالث أوروبيا، لكن من النتائج الجيدة لهذا المنتخب التعادل مع منتخب فرنسا بالتصفيات الأوروبية بعام 2016، المنتخب الفرنسي اللي بعد التصفيات حقق لقب كأس العالم. منتخب بيلاروسيا غالبا عم بيشكل عقدة للمنتخب الفرنسي لما بيلعب معه بالمباريات الودية وحتى المباريات الرسمية، عم بيتعادل غالبا مع المنتخب الفرنسي ونتائجه مثل ما حكينا بالتصنيف الثالث. وهون يا شباب مشان فهمك شو معنى التصنيف الثالث بأوروبا، يعني التصنيف الأول المنتخبات اللي مثل ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، يعني هالمنتخبات المعروفة. فهالمنتخبات هي بالتصنيف الأول، ما فيك تقارن منتخب بيلاروسيا مع التصنيف الأول. وحتى مع التصنيف الثاني بتلاقي في منتخبات مثل روسيا، أوكرانيا، السويد، النرويج، سكوتلندا، هالمنتخبات بتيجي بالتصنيف الثاني. أما التصنيف الثالث فهي بيلاروسيا، بلغاريا، رومانيا، إيرلندا، البوسنة، هالمنتخبات بالتصنيف الثالث، يعني
بتحقق نتائج جيدة بين بعضها، لكن قدام المنتخبات أصحاب التصنيف الأول والثاني غالبا النتائج ما بتكون جيدة. وهون إذا قارنا المنتخب البيلاروسي مع التصنيف الرابع فمنلاقي منتخب بيلاروسي أفضل من أصحاب التصنيف الرابع اللي كمان موجودين بقارة أوروبا. أنت عم تحكي عن منتخب مثل أذربيجان، جزر الفارو، كازاخستان، مالطا، مالدوفا، أندورا، ليتوانيا، يعني هالدول بشكل عام حتى عم تلعب مباريات قوية. فبالتالي صعب جدا نحكي عن التصنيف بأنه سيء نتيجة أن منتخب بيلاروسيا عم بيواجه منتخبات بقارة أوروبا أصحاب التصنيف الأول والثاني، فصعب جدا حتى تتعادل مع هالمنتخبات. أما بالنسبة للاعبين فغالبية لاعيبة بيلاروسيا من الدوري البيلاروسي، الدوري المحلي من نادي دينامو مينسك، النادي العاصمي ببيلاروسيا، وكمان في عدة لاعبين عم بيلعبوا بالدوري الروسي. ما بتلاقي لاعب من بيلاروسيا بيلعب بالدوري الإيطالي، بالدوري الإسباني، بالدوري الإنجليزي، على عكس أوكرانيا وبولندا. مثل ما حكينا أوكرانيا وبولندا مدرسة مختلفة، يعني بتلاقي في لعيبة أوكران، في لعيبة بولنديين بيلعبوا بالدوريات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. أما لعيبة بيلاروسيا وروسيا وبلغاريا وهنغاريا غالبا بيلعبوا بالدوريات المحلية. مدرب منتخب بيلاروسيا هو المدرب البيلاروسي جيورجي كوندراتيف. جيورجي كوندراتيف يعني متواجد مع المنتخب البيلاروسي من 3-4 سنوات. الطريقة اللي بيلعب فيها غالبا هي طريقة دفاعية 5-4-1 أو 4-4-1-1، لكن بشكل عام اعتماده الكلي بالحالة الدفاعية على 5-4-1 لما بيواجه منتخبات أقوى، ولما بيواجه منتخبات أقل بشوي بيلعب بطريقة 4-4-1-1. بشكل عام المنتخب البيلاروسي من الناحية الدفاعية صعب جدا تسجل بمرمى، ومن الناحية الهجومية لا بأس، يعني بالنظر إذا قارناه مع منتخبنا وضعية المنتخب البيلاروسي حتى أفضل من منتخبنا، عم بيتطور بشكل بطيء جدا لكن أفضل من منتخبنا من ناحية التطور. وإذا حكينا عن اللاعبين ففينا نحكي عن 3 لاعبين مهمين جدا بمنتخب بيلاروسيا، واللي هو يفغيني يابولينسكي. يفغيني يابولونسكي هو لاعب نادي بوريتسوف الروسي، وكمان في فاليري غروميكو. فاليري غروميكو هو كمان لاعب نادي بوريتسوف، يعني المحترفين فينا نسميهم بمنتخب بيلاروسيا. أما اللاعب الوحيد اللي المهاجم اللي بيتواجد بشكل دائم مع المنتخب البيلاروسي هو مهاجم نادي دينامو مينسك إيفان باخر. فبالتالي هالثلاث لاعيبة مهمين عم بيلعبوا بشكل أساسي وبشكل مستمر، يفغيني يابولونسكي، في فاليري غروميكو، وفي إيفان باخر. بشكل عام هاي كل المعلومات التي تخص منتخب بيلاروسيا. طبعا المواجهة اللي راح تكون بين منتخبنا ومنتخب بيلاروسيا راح تكون بتاريخ 17/11 بالإمارات العربية المتحدة. إلى الآن لم يتم الحديث عن موضوع النقل التلفزيوني ولا عن موضوع الحضور الجماهيري، يعني كل هالمعلومات مبهمة غير موجودة أثناء تصويري لهذا الفيديو. يعني هذا الفيديو ما بعرف بصراحة إمتى راح يتم عرضه على القناة، لكن متوقع يوم الثلاثاء أو الاثنين إن شاء الله. فبالتالي يا شباب يوم 17/11 مباراة منتخبنا مع المنتخب البيلاروسي، حكيت بكل المعلومات اللي بعرفها عن هذا المنتخب. المباراة نوعية، المباراة جيدة، المباراة ما أنا سيئة ومهمة بتصنيف الفيفا. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.